أهلاً وسهلاً بكم من جديد. موعد الاستحقاق النيابي الجديد لانتخابات مجلس النواب 19 يقترب شيئاً فشيئاً، وهنالك ارتفاع واضح بأعداد المترشحين والمترشحات ناهيك عن القوائم الانتخابية مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية التي جرت في عام 2016. مدى المشاركة وتأثيرها في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العاشر من الشهر المقبل؟ بالرغم من ارتفاع أعداد المترشحين والمترشحات بنسبة تصل إلى 26% مقارنة بالانتخابات النيابية الماضية، إذ سيخوض 1695 مترشحاً ومترشحة الانتخابات المقبلة ضمن 294 قائمة مقارنة ب 1252 مترشحاً ومترشحة خاضوا انتخابات عام 2016. وبحسب هذه الأرقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الحزبيين الذين ترشحوا للانتخابات النيابية المقبلة زاد عن 330 مترشحاً ومترشحة، بمثل 41 حزب من أصل 48 من عدد الأحزاب المسجلة في المملكة، ما يفوق عدد الحزبيين الذين ترشحوا في الانتخابات الماضية. ويتوقع مراقبون انخفاض بنسبة الاقتراع في الدوائر الانتخابية للدوائر الحالية في بعض الدوائر الانتخابية بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تنخفض كثيراً في دوائر المدن الرئيسية وترتفع في الدوائر الأخرى ذات الكثافة العشائرية. ولم تزد نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية عن 36% في مجمل مناطق المملكة، في حين بلغت في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية يعني زي عمان وإربد والزرقاء نحو 23% من مجمل الناخبين فيها. أعداد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب: بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة على مستوى المملكة 4,655,000 ناخب وناخبة. فإذا نناقش هذه النسب والأرقام مع ضيوفي بعد لحظات، ابقوا معنا. فإذا من جديد رجعنا لكم مشاهدينا. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك. يعني رأينا المشاركة الحزبية الكبيرة ربما التي تميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات، يعني خبرنا عن رأيك بمشاركة الأحزاب في الانتخابات القادمة. هلا الأحزاب الأردنية جميعا، يعني احنا عندنا تقريبا 48 حزب، نعم، الآن المشاركين منهم تقريبا 42 حزب، نعم، وبعدد يعني بحدود 330 حزب. أنا من الذين كنت أدعو دائما إلى تعديل الدستور الأردني وتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية، والسبب في ذلك أننا نريد أن يكون ترشيح أي نائب عن طريق الأحزاب السياسية. بغير هذا الموضوع يعني لا تشجع وجود نائب مستقل؟ لا أشجع على الإطلاق.